نبدأ أخبارنا بالخبر الأهم. أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي أعلن عن التعاقد مع اللاعب محمود عبد المنعم الشهير بكهربا لمدة 4 سنوات ونصف تبدأ مطلع يناير المقبل. ده طبعا جاء في صفقة انتقال حر بعدما قام كهربا بفسخ تعاقده مع نادي ديسبورتيفو أبش البرتغالي بالتراضي قبل أيام من إعلان الصفقة. الأهلي أكد في بيانه أن الصفقة دي بتأتي في إطار تلبية الاحتياجات اللي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ومن المنتظر أن ينضم اللاعب لتدريبات الفريق وفقا للموعد اللي بيحدده ريني فايلر المدير الفني للفريق. من ناحيته أكد كهربا لاعب الأهلي الجديد في أول تعليق ليه بعد انضمامه للنادي الأهلي صباح اليوم لمدة 4 سنوات من بداية يناير، كهربا على الصورة كتب، طبعا صورة نزلت النهاردة وكان معاه أمير توفيق مدير التعاقدات، كتب: الطيبون دائما يفوزون في النهاية، الفوز الحقيقي هو العودة إلى أهل بيتي، فالحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى. وطبعا بعد الإعلان عن الصفقة قرر مسؤول نادي الزمالك إضافة البرتغالي أوجوستو إيناسيو المدير الفني السابق للفريق ضمن محاور الشكوى المقدمة للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. شكوى هيقدمها نادي الزمالك ضد محمود عبد المنعم كهربا بعد انضمامه للنادي الأهلي. إدارة النادي الأبيض هتذكر في الشكوى الخلافات بين البرتغالي إيناسيو المدير الفني الأسبق للفريق وإن هو كان واحد من أسباب تحريض اللاعب على الهروب من نادي. بيخطط مسؤولو الزمالك للحصول على أكبر قدر من التعويض، خاصة بعدما قام بتقديم يعني بعدما تم تقديم شكوى ضد اللاعب في الفترة الأخيرة وضد نادي ديسبورتيفو أفش البرتغالي اللي انضم له كهربا عقب رحيله عن الزمالك قبل ما ينضم النهاردة بشكل رسمي للنادي الأهلي الغريم التقليدي للزمالك بصفقة يعني البعض كان منتظرها من أيام وأسابيع وشهور، ويعني زي ما قلت لكم لسه الأمور معلقة بعض الشيء في قصة الشكوى اللي هيقدمها نادي الزمالك. اتحاد الكرة وهو جانب ايضا او طرف مهم جدا في الازمة دي، مسؤولي الجبلية احد المسؤولين يعني في الجبلية قال انه هيتم قبول اوراق قيد كهربا مع الاهلي في يناير اللي جاي وطلب البطاقة الخاصة باللاعب، وفي حالة وصول البطاقة الدولية الخاصة باللاعب والموجودة على السيستم سيتم قيد كهربا رسميا في صفوف النادي الاهلي، اما في حالة رفض استخراج البطاقة الدولية للاعب فسيتم إيقاف إجراءات قيد كهرباء. بمعنى أنه اتحاد الكرة المصري في انتظار اتحاد الدولي هل هيبعت البطاقة الدولية بشكل طبيعي، البطاقة المؤقتة بشكل طبيعي؟ إذا وصلت البطاقة المؤقتة بشكل طبيعي ده يعني بأنه هيتم قيد كهرباء في النادي الأهلي بشكل طبيعي جدا. أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي قال أنه الأهلي مش طرف في أزمة كهرباء مع الزمالك، الأهلي ما حرضش كهربا على الرحيل من الزمالك، الأهلي لم يكن على تواصل مع كهربا تماما قبل 10 أيام من دلوقتي، يعني أول تواصل ده وفقا لما جاء على لسان مدير التعاقدات في النادي الأهلي، أول تواصل رسمي ما بين الأهلي وكهربا كان من 10 أيام. تمام. الأهلي مش هو اللي حرض كهربا على الرحيل من الزمالك. تمام برضه. شكوى من الزمالك الأهلي ملوش دعوة بيها. شكوى من الزمالك ضد اللاعب، اللاعب من وجهة نظره بأن العقد يعني باطل، النادي من وجهة نظره أن العقد سليم، اتحاد الكرة كان في وقت من الأوقات بيعلن أن هو موقف الزمالك هو اللي قانوني وأنه من حقه قيد اللاعب، ولكن الأمور دلوقتي على يعني عهدة أحد المسؤولين في اتحاد الكرة بأنه القصة ليها علاقة بفيفا، بعتوا البطاقة المؤقتة إحنا معاهم، ما بعتوهاش إحنا برضو معاهم. فالموضوع الأهلي وفقا لما جاء على لسان أمير توفيق مدير التعاقدات أنه مش هيكون طرف في الأزمة خالص، ملوش دعوة بالأزمة ولا ليه دعوة بأي شكوى مقدمة من قبل الزمالك. الزمالك زي ما قلت لكم دخل أوجوستو إيناسيو المدير الفني الأسبق للفريق اللي هو كان على رأس الجهاز الفني لديسبورتيفو أفش واللي بيعلن مسؤوله الزمالك بأنه هو كان أحد أسباب التحريض، أنه هو اللي حرض كهربا على الرحيل من الزمالك، وأنا بقول لكم الكلام ده مش مظبوط، ملوش أي دعوة بقصة رحيل كهربا عن الزمالك. قصة رحيل كهربا عن الزمالك من الآخر كده كلها علاقة ليها علاقة بكهربا وعلاقته مع إدارة الزمالك. هو شايف أنه زي ما استفاد من الزمالك هو فاد الزمالك، الزمالك شايف أنه عقده شغال وأن المقابل المادي اللي فيه يعني يستحقه،
هو شايف انه لا انا اهم لعيب في الفرقه وانا المفروض ان انا اطلب ارقام اكبر من كده وفقا لما جاء في اخر الامور اللي اتسربت، يعني بانه فرجاني مش عارف بياخد كام وطارق هياخد كام ومين هيعلى ايه، فانا كمان من حقي ان انا اعلى واطلب اعلى رقم في الفرقه. اترفض ده وبعدين اتوعد بوعود على حسب كلامه ما اتعملتش، وبالتالي هو كان شايف انه لا انا زي ما استفدت منكم على حسب كلامكم انا كمان فدتكم في الاعارات ودخلت النادي اكتر من 70-80 مليون جنيه. فالقصه هنا كانت عباره عن ازمه متبادله، يعني ده شايف ان هو على حق وده شايف ان هو على حق. الاهلي ملوش دعوه بالقصه، الاهلي على حسب كلام امير توفيق انه يعني تواصل مع اللاعب من 10 ايام، عندك رغبه انك تيجي تلعب معانا؟ قال لهم اه طبعا، ده انا يشرفني، ده انا ارجع بيتي، ده انا ده انا ده انا. مضى وخلصت القصه. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل في القصه دي، لكن ازمه ما اعتقدش انها هتنتهي بسهوله، ما اعتقدش انها هتنتهي بسرعه، وهتاخد وقت شويه على ما الامور تهدى مره تانية. هل الزمالك بيجهز دلوقتي رد للاهلي ولا الامور ملهاش علاقه قوي بمين اخذ مين من عند مين؟ لانه في بعض الناس لسه بتتكلم على عبد الله السعيد وصفقته، انه الزمالك كان سبب في تمرد عبد الله على الاهلي ثم يعني انتدابه، الامور ما مشيتش تمام فسافر على بره ورجع السعوديه منه على بيراميدز. لكن بيقال بانه الزمالك بيجهز رد على صفقه كهربا، مين هيكون هو الرد او مين صاحب الصفقه اللي جايه الله اعلم. كل ده كلام لسه يعني في علم الغيب، لكن زي ما قلت لكم الامور مش هتنتهي بسرعه، مش هتنتهي بسهوله، هيبقى في ردود وشكاوي وامور وتحقيقات وكلام كتير قوي من قبل نادي الزمالك. لكن زي ما قلت لكم الاهلي من ناحيته احنا ما لناش دعوه بحد، احنا مركزين دلوقتي انه كهربا هيجي ينضم للتدريبات امتى، هيلبس رقم كام في التدريب او في التيشيرتس الفرقه يعني، والامور ملهاش اي علاقه باي حد.